أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى وكأي من قرية، يقول هل في هذه الآية مجاز لأن المراد هو أهل القرية وليس البنيان؟ أهل القرية هم اللي يسمون القرية، ما هو يسمى البنيان. القرية الناس المجتمعين يسمون قرية، من القرية والجمع، والقرى هو الجمع، تقري اجتماع، لكن هؤلاء لا يفهمون اللغة، صاروا يحسبون أن القرية تطلق على البنيان فقط، يطلقها على الناس مجاز، هذا ظنهم هم، لأنهم ما يفهمون اللغة أصلا. نعم.